قررت إني أعمل دراسة علمية عن العلاقة بين الأفراح اللي بتتعمل على حمام السباحة وبين ارتفاع معدل الطلاق، لأن لاحظت إن أي فرحة بتتعمل على حمام سباحة الجوازة بتبوظ على طول. وعلى بال ما البحث انتشر في المجالات العلمية هحكي لكم القصة اللي خلتني أكتب البحث دوت. يلا شد لك كرسي وتعالى. أيوة جاج معاك اتنين شاي وأربعة سائع للبهوات. نوسة كانت أحلى بنت في دفعتنا، تقريبا كان كل طالب في الكلية بيحلم إنها تديله ريق حلو. نوسة اتخذتني كصديق لأنها قالت لي إنها شايفاني إني إنسان محترم وإن أنا الوحيد اللي مثبتلهاش ولا عكستها. ما بلاش يا نوسة الكلام اللي يصح الضمير ده. في آخر سنة من الكلية اتقدم لها عريس متريش كان لسه راجع من الخليج. طبعا نوسة وافقت، ما مش معقول تبص للجرابيع اللي في الكلية، ورحت عزمتني وعزمت كل الشلة على الفرح اللي هيتعمل على حمام السباحة. الفرح كان جامد آخر حاجة، فرقة موسيقية، حمام سباحة عايم عليه بلالين وورود، وبنات زي الفراشات بيترقصوا على أنغام الموسيقى. المشكلة الوحيدة هي الهموش. الهموش هي الحشرة اللعينة اللي بتحوم حواليك، لو وقفت على عينك تدمع، لو وقفت على مناخيرك تعطس، لو جت على جلدك تهرش، وطالما فيه مية وإضاءة ليلية يبقى ليلة مليانة بالهموش. زي ما توقعت العريس كان أكبر منها يجيب 10 سنين، كان واضح عليه إنه غيور وشكاك لأبعد حد، وخصوصا لما كان باصص على الشلة وهي داخل الفرح، زمايل مراته اللي في الكلية اللي من نفس سنها. نظراته اللي كانت مليانة غل وكراهية حاول يخفيها في ابتسامته الصفرة. لسان حاله كان بيقول أكيد كل واحد فيكم كان بيحلم في يوم من الأيام إن نوسة هتبقى مراته، ده لو ما كانش حلم بأكتر من كده. بيبصلنا وهو بيقول في نفسه اللعبة انتهت يا أنديل، نوسة بقت لي أنا لوحدي. يلا يا حبيبي انت وهو روحوا بيتكم اغسلوا سنانكم ورجلكم قبل ما تناموا. الفرح قرب يخلص، فروحنا واقفين في صف عشان نسلم على العريس والعروسة. نوسة كانت بتقدم واحد واحد لعريسها عشان يسلم عليه. ده ماجد صديق قديم، اهلا يا سي ماجد. وده عصام صديق جديد، تشرفني يا سي عصام. نوسة اصحابها كلها رجاله، كل ما العريس سلم على واحد الاقي لك وشه احمر من الغضب. اخيرا دوري قرب، رحت بقى زررت البدله وسرحت شعري ورايح عشان اسلم. هوب دخلت في عيني هموشه، طلعت منديل ومسحت عينيا، لكنها فضلت تدمع وعيني حمرت زي الطماطم. وبمنظري ده رحت اسلم على العريس، عيني حمرة ودموعي بتسيل ومنديل في ايدي، ده غير مناخيري بدأت تبربر. ونوسة بتقدمني لعريسها وبتقول له وده ابو عرب صديق المخلص واكتر من اخويا. مديت ايدي وبسلم على العريس وانا بشين لان البربور بدأ ينزل على بقي. طبعا الشكوك كانت مالية وشه لدرجة انه كان بيعتصر ايدي في السلام، لدرجة اني سمعت صوابع ايديا وهي بتتحطم من قوة القبضة. خدت بعدي وقلت يا فكيك الحق اخلع قبل ما صاحبنا دوت يفقد اعصابه ويتهور. وانا ماشي بصيت ورايا لقيته متابعني بعينيه لحد ما طلعت من باب النادي، ده حتى كان في دخان طالع من ودانه. عارف اللي حصل بعد شهرين من الجواز؟ نوسة اتطلقت. طبعا انا مش فالنتينو عشان اقول انها اتطلقت بسببي، لكن ممكن تقول ان انا القشطة التي قسمت ظهر البعير، او يمكن السبب في الهموشة اللي كانت بتجري ورا صاحبتها في موسم التزاوج، او ممكن يكون السبب هو حمام السباحة. عامة الوضع لسه تحت الدراسة. يلا اشوفكم في حلقة جديدة، في امان الله.